اذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. نبغيو نشكروا بعدا كل العناصر الامنيه على هذه المجهودات الكبيره اللي كيقوموا بها في اللحظه. يلا كنا معكم دابا على المباشر، ففي البلاصه جاوا يعني استنفار امني على قبل السيده اللي كاينه هي والابن ديالها، مشكورين يعني كل العناصر الامنيه معنا. السيد اللي حتى هو ما بغاش يفرط، ما بغيتيش السي مصطفى تفرط في هذه السيدات. السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله يعني حنا كنا في واحد الحالة دابا، يعني كانوا غير واحد عدة ناس قلال، وهاد التكاتف ديال هاد الناس وهاد الحب الإنسانية، يعني بقينا مع هاد السيدة عندها واحد الوليد وواحد البنية صغيرة، بقينا كنساندوها وبقينا كنهضروا معاها بالماء وكذا وهادي، حتى رجعت ليها شوية تلقانا. والناس متى كنبغي يتعاطفوا معاها، شي بغي يديها هنايا، شي بغي يجيبها هنايا، ولكن الراي اللي هو الراي اللي هو مصاب هو ان الامن ملي كيدخل الحمد لله كيدير واحد. وفي اقرب وقت جاوا الامن الحمد لله ثلاث سيارات، صراحه انا كيبين بان الحمد لله راه الناس ديال بن مسيك الله تبارك الله عليهم مشكورين. وكذلك بان راه كاين واحد اهتمام بان راه حتى واحد في هذه الظروف راه هنا راه كلشي الحمد لله يعني موجود. فلهذا الناس هنا مطوعين بغاي الدول ديالهم وكذا، ولكن الحل الوحيد هو ان الامن ياخذ الاجراءات ديالو. معروف هاد المراه مسكينه علاش مضروبه وشنو الاسباب ديالها اللي خارجه في هذا الليل وكذا. فلهذا اللي كنقول هو شكرا على شوف تي في وهذا الاخ اللي مرحبا مرحبا، هذا واجب. وحتى سيارات الاسعاف هي وصلت في هذه اللحظات هذه، وانتم دابا كتشوفوا بان الاسعاف حتى هي جات حتى سياره الاسعاف، فبرافو يعني والله الا صراحه. شوف تصنا بالناس ديال بن مسيك في البلاصه الحمد لله كاعلاميين، ولكن هذه اللحظه ما خصهاش تفوتنا، لان حنا كنقولوا كمسلمين ونشوف حاله الظاهره ونمروا عليها مر الكيران، هذا خطا. فيعني واحد التحيه كبيره لرجال الامن اللي بصراحه يعني الناس كيقولوا ما خدامينش، يعني الناس رجال الامن قايمين بواحد الواجب. اما في البلاصه عيطنا، شوف في البلاصه حنا كنتوما كتشاهدوا معنا يعني في البلاصه شاد راجو كيخدموا بواحد الجديه، يعني تحيه مشكوره لهم. والحمد لله يعني راه حتى واحد ما غادي يكون غايعيش في واحد الضياع، الحمد لله راه كاين واحد التجديد وكاين واحد الحراسه وكاين واحد التقويم، والحمد لله انا كنظن بان البلاد ديالنا ان شاء الله راه غتمشي بعيده، وغادي يكون هاد التشرد راه ما يبقاش. فتحيه للاخ عبد المولى، مرحبا عبد المولى، مرحبا تحياتي ونتمنوا المجهودات. وهذا هو هذا هو الصحافي، لان كيشوف هاد الحاله ولكن ما بغاش يمر عليها، ومع العلم ان راه كان عا وحده، ولكن الحمد لله كتشوف واحد الكتله. الحمد لله الحمد لله، هادشي اللي بغينا، هادشي حتى حنا اللي بغينا اكيد. الحمد لله ها الناس تاتهم يعني السياره ديال الاسعاف، الامن اللهم بارك، يعني برافو لكل يعني السلطات الامنيه، برافو للناس ديال بن مسيك على التدخل الكبير يعني في البلاصه. راه كنا معكم على المباشر منذ البدايه، كنا معكم على المباشر. كنتمنوا من الله انه غدا ان شاء الله يكون تدخل ديال الناس، غدا ان شاء الله بغينا شي تدخل ديال الجمعيات. راه السيده دابا غادي يديوها اظن يعني بلاش نسولوا الناس، يعني برافو حتى للسلطات الامنيه يعني اللي في البلاصه كان التجاوب كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. خويا شمس سبيطار، خويا شمس سبيطار بن مسيك، يعني فغادي يمشيو بها للسبيطار ديال بن مسيك. نتمنوا من الله تدخل عاجل ديال الجمعيات هنا، السلطات ديال المنطقه ما يداويوهاش ويخرجوها. اكيد كنتمنوا ما يداويوهاش ويخرجوها، يخليوها عتا الغدا ان شاء الله. الله يرحم ليهم الوالدين، عتا الغدا راه دوك الوليدات غادي يضيع، خاصهم ضروري يبقاو شادينها. ولا بغيت نبقى نمشي معاها انا للسبيطار ما عنديش مشكل. اكيد غدا حتى حنا اكيد دابا غادي نشوفوها معاها السبيطار، بغيناها تبقى في السبيطار عتا الغدا ان شاء الله. الله يرحم ليهم الوالدين ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله اكيد. تبارك الله عليكم. عندك عندك ولدي، عندك عندك عندك. اذا متابعينا الكرام برافو الصراحه، برافو للناس صراحه ديال الامن. حنا رايتنا للناس ديال بن مسيك في البلاصه، في البلاصه التجاوب في البلاصه يعني جاو، فبرافو لكل العناصر الامنيه وبرافو لكل السلطات، برافو لهاد الناس، هاد مواتنا، هاد الرجال، هاد ولاد البلاد، ولاد سباته، ولاد في مم الاحياء ديالنا الشعبيه. والله الا الله يبارك، والله الا الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك، الله يعطيهم الصحه. متابعينا الكرام
الحمد لله السيده راه داو للسبيطار، نتمنوا من الله انها تاخذ يعني الله يشافيها. يلا سير تنعس عالم ان شاء الله. مهمتي هانا لا ما كتبانيش لا مهمتي لا ياك عجبتك الله يحفظك سير الله يحفظك. تباركم مهواتنا وتبارك الله عليكم، نتوما اللي ليكم يعني الفضل الكبير. الله يتقبل كل شيء الاجر. تبارك الله عليكم الى اللقاء. راضيه الفضل الله سبحانه وتعالى. راضيه ما فتيهاش بنت البلاد ده عندي قسم بالله، وكان عندي شي صبات اقسم بالله سنبرك معايا، ولكن الغالب الله تبارك الله على الكرادي ياك يكون ولاد بلادنا. الله يعاونك يا عبد المولى. تبارك عمي تبارك الله على الخلا عندك.